ما حدث بين ليلة 28 جوانو 29 في مدينة مونتير شيء فرنسي يهم الفرنسيين، المفروض احنا ما يهمناش، حتى وإن كانوا يعني عائلة الضحية والضحية من أصول جزائرية يبقوا فرنسيين. ولكن لازمنا نتكلموا باش ناخذوا العبرة، باش الشعب الجزائري يعتبر ويشوف قيمة الإنسان في فرنسا، حتى كانت فرنسا فيها العنصرية، انه القضاء حتى وان كان مستقل ولكن احيانا يتعوج، ولما يجي يتعوج يصيب من يقف له بالمرصاد. شي كما في الجزائر، اسكت تسكت، وليدات صغار حاكمين عليهم 3 سنين حبس بعامين حبس نافذ. نعم نعطيهم لك ويزوخوا بهم في صحافة بودورو، صحافة بودورو يزوخوا بهم، يقول لك في الواد سنة سجن نافذة لناشري إجابات امتحان بكالوريا، خنشلة عقوبة من 6 شهور إلى عامين في حق 3 أشخاص قاموا بالنشر وتسريب مواضيع الباك، غريزان إدانة ناشر حلول امتحان اللغة الفرنسية بعام حبس، الطارف 3 سنوات سجن نافذة لمترشح باك وشريكيه. إذا تسرب الموضوع تاع البكالوريا الإجابات، شكون اللي مسؤول عليها؟ اللي مسؤول عليها وزير التعليم، وزير التربية الوطنية. كيفاش حتى تسربت الحالة؟ اللي مسؤول عليها هو الأعلى في القمة كاملة، دا رئيس الجمهورية. وعلاش؟ لأنه البلاد راهي سايبة. من لا البلاد راهي سايبة؟ شي تاي تحكم يطفل طربو بس سنين ست شهور حبس، واخر 3 سنين حبس، واخر عامين حبس، قال لم ترشح الباك وشريكيه، أعطيه لا دخل في الطارف هدايا. وعلاش أعطيه 3 سنين حبس؟ قال لك سرب الأجوبة تعمدت اللغة الفرنسية باستعمال جهاز بلوتوث من قبل مترشح واحد وشخصين آخر، يعني كوبيو يكوبيو ضربوا 3 سنين يا ولد الحرام، تحشمش تقضي على طفل هكذا؟ ولي تما قضيتو على مستقبل بلاد كاملة، باش تجيكم في طفل صغير. شي اللي حصل في مونتير هو انه فيه طفل في عمره 17 سنة اسمه ناهل، وليد هذا بوليس قالوا اوقف، ما حبش يوقف، رفي دوب تومبيري. البوليس واش يدير؟ مات يجبد كابوس ويطير عليه، يجيب الحبه في قلبه ديريكت. لو جات في الجزائر حد ما قال لحد، لأنه في الجزائر كانوا يجيو تطبوع الديار يتحلوا الباب يحطك حبة في راسك ويجي رايح ويخلص 25 مليون عليها. شفتوا الفرق؟ ولا واحد يتكلم، ما داروش خطرة، ما داروش زوج، داروش كان سرب كامل، بريغاد كاملة، اسكادرون يسموه الاسكادرون دلامور، سرب الموت، طبات
اليوم راهم جنرالات وراهم في مراكز قيادية كما ناصر الجن وحسين بولحية. قتلوا فوق 20,000 جزائري بهذه الطريقة وحطوهم مفقودين. يدوهم يحطوا في الكازيرنام بعد ما عندهم والو عليه، اروح يا ناصر باف اعطيه حبة ادي 15 مليون باش قتلته في الكازير ما قتلتوش برا. اسمع هذاك المكتف جبناه لك مكتف، اما كي تصيبه يمشي على رجليه وتحطيه بحبة في الطريق شوفوا الفرق اللي كاين. اللي قتلوا اليوم راهم في مناصب قيادية. الشرطي الفرنسي اللي قتل ناهل اليوم راهو في الحبس. ديجا النار شعلت في فرنسا، 6,000 فرد خرجوا يتظاهروا بعد في مسيرة اسمها مسيرة بيضاء ضد الشرطي اللي قتل هذا الطفل هذا المراهق تاع 17 سنة. وشعلت النار بارتو اليوم، اليوم شعلت النار بارتو يعني في ضواحي باريس، وفي باريس خصنا في نوتر يعني نوتر قريبة لا ديفونس حي تجاري سمعت كان لارش لا ديفونس ولا فيها اجتماع في ماتينيو. اجتماع الحكومة ولا اجتمعت الحكومة اجتمعت وزيد أكثر من هاك ماكرون يوجه رسالة ويعزي العائلة ويطلب السماح. تحركوا مكاش تعقل ضرب النح عليك سكاه وعربي ماكرة، لا عندهم الروح عزيزة. مانويل ماكرون يدير يوجه رسالة يقول لهم nous partageons l'émotion et la peine de la famille et des profs du jeune Naël. Je veux leur dire notre solidarité et l'affection de la nation. La justice a été immédiatement saisie. رئيس الجمهورية يتكلم. احنا نذكر في ماسينيسا قرماح قتلوه داخل بريغاد جندرمري في ولاية تيزي وزو وزير الداخلية. يزيد زرون يقول مستان فوايو ايه هاي كنت فوايو ذيك اللي شعلت النار وكما قال فوايو راه ما شعلتش النار قال مستان فوايو ايه شفتو كيفاش الفرق. عندها 6 شهور ولا 7 شهور فل حراك في اسبانيا من الغرب الجزائري من بوسفر يما رايحة تموت حرق دون لو سونس كونترير حرق دون لو سونس كونترير حكم هذاك السريع وحرق باش يجي للجزائر باسكو ما يقدرش ما عندوش باسبور ما عندوش دونك جا باش يشوف يماه. كي يوصل للشط بابور هذاك حرس البحرية في عليه قتلوه ولا مشى هو ويماه دفنوهم هو ويماه ولا واحد تكلف تهدرش. شفتوا الفرق؟ ألور ديجا الشرطي اللي قتل الطفل ناهل في الحبس كان نابي وهذا ما يكفيش. المحامين تاع نهال طلبوا انه القضيه ما يتبعوهاش في محكمه نونتير قالوا ما يلزمش القضيه يتبعها في محكمه نونتير. وعلاش؟ لانه الشرطي يخدم في نونتير دونك ما في يخدم مع القضاء ومع البروكورور ومع كذا وبالتالي يشكوا في نزاهة القضاء والقانون الفرنسي يسمح بذلك يسمح باش تغير الملف يتعطى لجهة أخرى المحكمة أخرى.
لأنك تشك في نزاهة المحكمة. شفتوا يا ناس؟ كم تسمعوا؟ حاوش يجب نستخلصوه من القضية هذه، هو أنه أروح بنيادم عزيزة ماشي رخيصة. احنا في الجزائر يقتلك وتسكت، وعائلتك تسكت، والناس كاملة تسكت. مئة واحد حرق روحه في الجزائر، الناس راه والو في تونس، وما روحوش بتونس. بو عزيز يحرق روحه، صارت ثورة وبن عليه طار. إيه نعم، صارت ثورة في تونس على جال واحد يحرق روحه بن عليه طار. سيد لا ما كانش، أحرق روحك، أرمي روحك، يقتلوك، يشنقوك. الدولة دابور ما تحركش، نشوف هنا كيفاش داروا يعني اجتماع تاع الحكومه. ماكرون بعث برساله للعائله وللناس والراي العام وكذا، ويطمن يقول القضاء يخدم مساله، ولكن قلت ما يكفيش، يزدجون المحامين تاع العائله. قول لهم نغير، وعلاش نغير؟ لأن الشرط إذا يخدم في نونتير، والقضاء تاع نونتير ماهوش نازيه، لأن القضاء تاع نونتير واش دار؟ فتح تحقيق عن الشرطي، كيفاش الشرطي هذا اقتل طفل. ويقول لك في القانون في فرنسا ممنوع الشرطي يستعمل السلاح إلا لما يكون هو مهدد، يكون هو في حالة خطر، يكون راح يتقتل. هاي القانون. دونك هنا واش يديروا جماعة القضاء تاع المحكمة تاع نونتير؟ في نفس الوقت يفتحوا تحقيق على الفقيد، الطفل هذا اللي مات ناهل، يفتح تحقيق وعلاش ما حبش يمتثل لأوامر الشرطي، وانه الشرطي كان في حاله يعني داروا له محاوله اغتيال عمدي، محاوله قتل عمدي للطفل. هنا تفضحوا، شوف لما تكون بلاد فيها ديمقراطيه، لما العائله شافوا باللي الشرطه تفتح تحقيق ضد الشرطي بتهمه القتل العمدي، ومن الجهة الأخرى تاني تفتح تحقيق ضد الفقيد بتهمة حتى القتل العمدي، يعني راح يقتل باش راح يقتل الشرطي. اليوم كاين لي فيديو بارتو في فرنسا، لي سيرفيونس فيديو بارتو بارتو، حكايات جالي ماهيش. أنا نخرج من داري نشوف الكاميرا قدام الدار، ومليح تاع سالية، مليح الكاميرا لا قدام الدار، الشارع الزنقة كامل تحت الرقابة. واللي مليح ومن بعد نتكلموا عليها، بس ما راح نتكلم على ولاد الحرام هذوك تاع محمد أيت أفتيس وقاسي غيلاس، ولا الحرام اللي حبوا زعما يقتلوني ولا يخطفوني. من الملف عندي 6400 صفحة، 6400 صفحة صفيتهم باش نقدمهم، نعطيكم كلش، تشوفوا كلش بالبيان. لأن يعني القضية مازال ولد الحرام هذاك، ولد الكجر تاع الكازيرنا اللي داروه في اللي تخدم في في بريغاد جندرموري تاع بريان، يقول له الملف تغلق وكذا، يجي هو يغلقه. الملف راهو عند عامين قضاة التحقيق، لعبش معايا انا، نحط له كلش من بعد. دونك نرجعو الموضوع تاع ناهل، لي كاميرا لي صوروا شافوا ما كان حتى شيء يثبت باللي الطفل هذا ناهل كان يهدد
في الشرطي وضع يعني حياته في مهدة، خلاله حياته مهدة، ما كان والو. وكانت يعني فيها محاولة قتل عمدي من طرفنا، ما كانش فرصة. 17 سنة يقرأ يدير سيابي ديليكتريسيتي، الناس كامل يشكروا فيه، الشرطة واش حبوا يديروا، يقول لك هذا راه شحال من خطرة يتسجل عليه باللي ما يحبش يمتثل الأوامر البوليسية، معروف من طرف الشرطة باش انه ما يمتثلش أوامر الشرطة. يعني ما تكفيش باش تجعل تحب تجعل منه يعني طفل طائش متسكع. لا، على هذه الدفاع تاع العائله تاع الاهل يقولوا لهم تتغير القضيه، ما تبقاش بين يدين محكمه مونتير. هذه في الجزائر ما تقدرش ديرها، في الجزائر ما تقدرش ديرها. الجزائر تبلعها وتسكت. الشرطة يقتل واحد في الكوميساريا، ما راه قتلوه في الكوميساريا، لما تكلمت عليها انا راح قال لك داير لي قضية وبعثين لي الاخر قال لك حاكمين عليا يعني 10 سنين حبس، يحكم باللي بغيت، ما عندكم حتى مصداقية، ما عندكم حتى مصداقية. قال لك حكم عليا 10 سنين حبس، تلمو عندي 77 سنة درك، مجموعة 77 سنة حبس، أرى زيدوا 10 ولا تنقصوا 10 ما عندها مانع. سعير يقدر في كوميسارية تسكت لا مظاهرة لا والو. ألور هذه اليوم نتكلم على قضية ناهل، لأنه كي نجي نشوف هذه قضية فرنسية، صرات في فرنسا، مواطن فرنسي حتى من كان من أصول جزائرية كما قلت، كان يبقى مواطن فرنسي. قضية فرنسية فرنسية، لو حدث في الجزائر ويتكلموا عليها الصحافة الأوروبية ويجي يتكلم عليها مواطن أوروبي وفرنساوي، قال باب ما تدخلوش روحكم حياة ذات سيادة، وإذا السيادة تحقر الشعب ذات سيادة ياك. لما البرلمان الأوروبي قال حبسوا بركاكم من التعسف بركاكم من القمع، قال الجزائر ذات السيادة. وش من ذات السيادة؟ عندك سيادة باش تحقر الشعب ولا سيادة باش تحقر الشعب، باش تقتل الشعب، باش تعفس في الشعب؟ ثم عرايا ثم فويوات، وش من سيادة تعرفوها؟ وش من شرعية عندكم باش تقدروا تجوا تحكموا في الشعب هذايا وتسيطروا عليه وديروا عليه واش بغيتوا؟ ما عندكم حتى شرعية. هذا نقولوا ربي يقدر الخير لبلادنا، وربي بعد عليها بلاد الحرام، وربي يعجل برحيل هالعصابة المجرمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.